عدد كبير من الافلام السينمائيه بيتم تصويرها دلوقتي علشان يتعرضوا في موسم نص السنه اللي جاي. ومن الافلام اللي انتهت فعلا من التصوير وكمان هتتعرض في موسم نص السنه فيلم جواب اعتقال. واعلن منتج فيلم جواب اعتقال من بطوله الفنان محمد رمضان ودينا الشربيني ومن اخراج محمد سامي ان الفيلم هيتعرض في موسم نص السنه اللي جاي بعد ما تم تاجيله في موسم العيد الكبير. وبيقدم رمضان من خلال فيلم جواب اعتقال شخصيه واحد ارهابي وبيعيش قصه حب وكمان بتغير حياته بعدها. وتم تصوير الفيلم ما بين القاهرة ولبنان. ومن الأفلام الجاهزة كمان لعرض فيلم القرد بيتكلم من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وعمرو واكد وريهام حجاج وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي. حصل فيلم القرد بيتكلم على تصريح العرض من جهاز الرقابة. وبتدور أحداث الفيلم عن أخين بيلجأوا للسحر والخدع علشان يخرجوا والدهم من السجن بعد ما اتسجن ظلم. أبويا ما كانش ساحر، كان ورداتي بيتكلم مع القرد والقرد كان بيفهم. دي عمرها ما كانت خدعة، دي مصيبة بنحضر لها من زمان. وما فيش مصيبة بتحصل من غيري. وكمان من الأفلام اللي بيتم تصويرها دلوقتي علشان تلحق العرض في موسم نص السنة اللي جاي فيلم ياباني أصلي، واللي بيقوم ببطولته الفنان أحمد عيد وندى موسى وهشام إسماعيل، وكمان بيقوم بإخراجه محمود كريم. وهينافس كمان في موسم نص السنة فيلم يوم من الأيام من بطولة محمود حميدة ومشيرة إسماعيل ورامز أمير وهبة مجدي وهو من تأليف وليد يوسف ومن إخراج محمد مصطفى. وفيلم يوم من الأيام من نوعية الأفلام الرومانسية بتدور أحداثه في ساعتين وبيتقابل كل أبطال الفيلم داخل محطة أتوبيس في نهاية الفيلم. عامل جد أو راجل بالمعاش هو ومراته وسعداء أيام سعادة وبيركب من ضمن ركاب الأتوبيس. أنا اسمي فوزية وجوزي مختار الأستاذ لطفي لبيب، وطبعا معنا الأبطال الكبار الأستاذ محمود حميدة وهيبة مجدي، ودي طبعا مستقبل النجوم يعني، ومعانا مجموعة كبيرة جدا من الشباب والممثلين الكويسين جدا. الفيلم ده حلم عمري إن هو يطلع للنور. أول نسخة فيه كتبتها من 23 سنة، ومن 23 سنة أول فيلم سنة مكتبه في حياتي، ومن أول ما كتبته أنا بحلم باللحظة دي. هو أصلا كان حلم، يعني حلم حلمته، قمت كتبته قصة قصيرة، كنت شغال ساعتها في روزا اليوسف فكان معايا الأستاذ محمد هاني فقراها قال لي ده فيلم. ومن الأفلام كمان اللي بتتصور دلوقتي فيلم طلق صناعي من بطولة حورية فرغالي وماجد الكدواني ومن إخراج خالد دياف وولا تجاربه الإخراجية. وفيلم طلق صناعي بتدور أحداثه عن زوج وزوجة بيحلموا بالسفر لأمريكا، وقامت كمان الشركة المنتجة للفيلم ببناء ديكور ضخم جدا للسفارة الأمريكية. وكمان الفنان خالد الصاوي مشغول دلوقتي بتصوير فيلم أخلاق العبيد مع المخرج أيمن مكرم، وبتشاركوا البطولة سارة سلامة وصلوى عثمان. أنا طبعا مبسوطة جدا إن أنا مع كل الكاست ده لأنه بصراحة كلهم فظاع، وأنا كان نفسي أشتغل مع أستاذ خالد الصاوي. الدور هو مفروض طالعة بروستيتيوت بيقابلني في الشارع في خناقة فبيدافع عني، فبيفضل بنفضل أنا بحبه يعني كحد كبير، وحب يعني أبوي وفي نفس الوقت حب الحب يعني. الفنان خالد الصاوي ليه فيلم تاني ومن المحتمل إنه ينزل في أجازة نص السنة، وهو الأصليين وبيشارك في بطولته منة شلبي وماجد الكدواني ومن إخراج مروان حامد. من الواضح جدا إن السينما المصرية بدأت ترجع لقوتها من جديد، بدليل اننا بقينا بننافس في الموسم السينمائي الواحد باكتر من 5 افلام، ده غير كمان مشاركه الافلام المصريه في المهرجانات السينمائيه العربيه والعالميه.